سمعت الشعر الجديد بتاعي يا اياد؟ سمحولي كده. الحلزونة ياما الحلزونة، الصيف قرب يخلص واحنا قاعدين في الصالة والبلكونة، ولا رحنا الساحل ولا رحنا الجونة. هقوم اعلقكم يلي الاحساس عندكم بقت معدومة. نرجع ونقول نستحمل عشان كورونا. طول ما انت عايش الحياة هتفضل تديك دروس. طب ما تديني فلوس وانا اتعلم على حسابي. صح عندك حق. قوم من قدامي قوم. حسبي الله ونعم الوكيل. بقى بارد جدا، بقى دمه تقيل، بقى مغلي قوي وطماع وبخيل. خد يا زياد، هو مين اللي مشغل الاغنية دي وكل شوية عيد فيها؟ ماما اللي مشغلاها. يا تخينة يا فشلة، يا بروطة يا جبلة، هنفيد بجلدي أكيد. خد ادي ده لامك. ده ايه ده يا بابا؟ ده جنزبيل اديهم لها. يلا. ماما عيانة؟ مش عيانة، ده للتخسيس، انا جايبه لها للتخسيس ادولها بس. ها قالت لك ايه؟ دي فرحت جدا. عملته يعني؟ لا حطيته على المحشي. محشي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اكتر حاجة بتعجبك في امك ايه؟ ده عليها واحدة. انت يا زفت، والله لو قمت هقطعك بسناني. نعم؟ والله لو قمت هقطعك بسناني. ما بتقول لك هتعوز حاجة قبل ما تنام؟ أنا عاوز إيه أكتر من إنها تنام؟ ده نعمة وفضل من عند ربنا. أم العواف. خدها مني نصيحة، لما تكبر وتتجوز ومراتك غضبت منك إياك ثم إياك تقرب منها وتكلمها. ماشي ما أكلمهاش. وإياك ما تكلمهاش. أمال أعمل إيه؟ اتصرف، اتصرف. كان غيرك اتصرف. عايزك تشد حيلك كده وتذاكر وتطلع مهندس ديكور. ايه؟ لا لا ليه؟ مالها؟ عايز تلاقي اسم على تلاكولر زياد شقة. زياد شقة؟ انت اخرك بتاع بطاطا. قوم من هنا. زياد شقة. تمام تسلم ايدك يا دكتور، هو كان عايز شويه تظبيط بس تمام يعني. المره الجايه بقى هجي لك عشان تظبط لي البنج عشان تقريبا نزل في بطني، بس هو كده تمام. روح يا شيخ، ربنا ما يوقعك في ايد سمكري ابدا. فاكر الفيديو بتاع الشيبسي؟ يلا نعمله. عايز ايه؟ عايز كل حاجه. خد جنيه اهو. شو حاجه؟ امال عايز ايه؟ 5 جنيه. هتعمل بيها ايه؟ كم شلاته. هيوجع لك سنانك. كم شلاته. هيوجع لك بطنك. جيب النب. هيجيب لك ديدان. لا لا انت اوداك الجامع. ايه؟ لا فلحتي. اما نشوفك في المدرسة تبقى عامل ازاي.